هذا الشفر مال داعش كان مفخخ. موسكو طال رد سريع. طبعا كله مصفح. السلام عليكم. السلام. يلا عم يرجع لنا واحد عم يرجع لنا. هنا هادية ما تنفع. دير وقت على اليمين دير وقت. هاكي هذا في موصلية هذا. عمليات واحد كلها. شباب ها؟ على اليمين دير وقت. ما ماكو شيء يصير. قناص. سنايبر مزرع العبوات وصواريخ هذا الويانا غير يجي دائما فخخيها كلها. احنا بالكورنيش عبرنا من وراء الفنادق على المحلات الموجوده خلف الفنادق، وان شاء الله بعد لحظات راح نقتحم المباني اللي موجوده هناك ان شاء الله. تم تنظيف المنطقه من قبل هندسه كتيبه هندسه الفرقه من العبوات والصواريخ الموجوده بالمحلات وداير ما داير البنايات. والحمد لله رائد حسام عامر كتيبه الهندسه. أعزائي المشاهدين اللي تلاحظون هذا الشارع شارع العدالة، وإذا تسمعون صوت تنظيمات داعش الإرهابية راح تكبر طبعا. هذا مقابلنا شارع العدالة تحت سيطرة القوات الأمنية ببعض القناصين، هسه إن شاء الله راح تتم معالجتهم. أبطال الرد السريع سيكون لهم بالمرصاد إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون المعنويات؟ والله عالية. ايش قد يبعد العدو عنا؟ ايش قد يبعد العدو؟ العدو قدامنا. قدامكم؟ قدامنا. العدو وين العدو؟ العدو بالهواء. بس عدو. عافية بالأبطال. عافية عافية عافية.
هاي العبارة تعشوها يقولون دوي سامي باقي ما باقي يلا ايش ما باقي منه هون يلا 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 روح قدام السلام عليكم السلام السلام عليكم شلون المعنويات السلام عليكم شباب السلام ورحمة الله الأبطال حاليا بالمدينة القديمة. شكل قناة الموصلين اللي مرافقتكم بالخطوط الأمامية. بارك الله فيكم وحاليا أنتم ويانا بالخطوط الأمامية. يعني هسه النصر هسه قدامكم هنا عدو. إن شاء الله. يعني العدو قدامكم هسه. قدامنا. أنتم آخر شيء هنا باقيين؟ إحنا بالخط الأمامي برأس الحربة. وبارك الله فيكم وجهودكم وتواجدكم. ضربة جوية أعزائي المشاهدين هذا من شارع العدالة وسط مركز مدينة الموصل تحت سيطرة القوات الأمنية Thank you.
أعزائي المشاهدين بكم أرتاح. هذا عبارة عن حزام حاسم مخلين الدواعش كأن ضاربين مصيبة مغفلين حاليا راح تتم معالجته من قبل كتيبة الحماس وحاليا تم قطع الصعب ورفع الحزام والحمد لله وتم تنظيف المنطقة بالكامل. ها هي سيدي شنو المادة؟ هذا مادة نترات الأمونيوم. يلا حيل هذا طريقة تسجيل اشتعال الشهرة. راح